بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من المستغفرين بالغدو والآصال يا رحمن يا رحمن يا رحمن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك، شفت تكررت، لا ينفع نفسا إيمانها لم إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. مش إيمان بالقول، بالفعل، ليس الإيمان بالتحلي ولا التمني، ولكن كما قال رسولنا عليه السلام، لكن ما أقر القلوب وصداقته الأعمال. إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم، إن مخفيها هنا، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل إن انتظروا إنا منتظرون. أي قل يا حبيبي الأول عليك الصلاة والسلام، انتظروا الحسم الإلهي وهو ربي سبحانه وتعالى. شكون؟ ما هو الحاكم؟ ما هو الفيصل؟ ما هو الفتاح؟ يعني مش يحكم، الحكم نهائي. أشكون مش يطلع رابع وشكون مش يطلع خاسر؟ والله لا ربح إلا لهذه الأمة، كما أرادها المولى وكما شهد: لا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتنهون عن المنكر. وين اليوم انتم تأتونه وتحمسوا الناس باش ياتون باخر اخطر مما كان؟ مال انت وين قاعد في بالك؟ انت تعرض وما فماش رد. اذا كما تشوف ترى الرد، لكن مش في صالحك. نعود ان شاء الله تعالى.